فالحقيقة استفادات كثيرة جدا جدا من وجود مجموعة رائعة من الناشئين بتدخل وبتتضافر. خدوا بال حضراتكم، هات لنا اللقطات يا سمير لو سمحت، مجموعة كبيرة من اللاعبين اللي قاعدين بره. يعني احنا واحنا قاعدين بره واحنا بنتفرج على المباراة، شوف مين اللي قاعد بره، علي معلول وأليو ديانج ومجدي أفشة وكل اللاعبين، يعني في تشكيلة كاملة من اللاعبين الدوليين. اقعد احسب بقى، محمد الشناوي، أكرم توفيق، أيمن أشرف، بدر بنون، علي معلول، حسين الشحات، أليو ديانج، صلاح محسن، مجدي أفشة، عمرو السولية، محمد الشريف، عمرو السولية، مجموعة كبيرة جدا زي ما حضراتكم شايفين. تشكيل كامل للنادي الأهلي كان النهاردة مش متواجد في المباراة، ولويس ميكيسوني وأيضا بيرستاو طبعا واقف مع كابتن أمير توفيق مدير التعاقدات، وزي ما حضراتكم شايفين كل المجموعة كانت موجودة. تخيل الأسماء اللي أنا بقولها دي كلها، والنهاردة أنت لعبت بتشكيلين مختلفين، في الشوط الأول تشكيل والشوط الثاني بتشكيل. الشوط الثاني بس كان العربي بدر هو اللي موجود بعد رجوعه من الإعارة، كان موجود في من الشوط الأول. وبالتالي أنت عندك لازم تتبسطوا، لازم تبقوا عارفين إن شاء الله إن شاء الله إن عندكم فريق يستطيع إن هو يلعب. ما عندناش مشكلة، 11 11 11 ثلاث فرق، عندك ثلاث فرق بسم الله ما شاء الله. طبعا فيهم مجموعه كبيره من الناشئين، ولكن مجموعه كبيره من الناشئين اللي هيعتمد عليهم النادي الاهلي. زي ما قلت لحضراتكم وكل شويه هفكر حضراتكم بهذا الكلام، استثمار رياضي على اعلى مستوى واستثمار فني على اعلى مستوى. مجموعه كبيره من اللاعبين اللي بتتم اعارتهم، مواليد 99 بتتم اعارتهم علشان ينضجوا، زي ما شفنا نضوج عمار، زي ما شفنا نضوج احمد عبد القادر، زي ما شفنا نضوج كل هؤلاء اللاعبين، اكرم توفيق ومحمد شريف طبعا بقى عشان ما نكررش نفس الاسماء. اللعيبه دي هتطلع وهترجع النادي الاهلي تاني، وبكده النادي الاهلي بعد كده لما هيجيب صفقه مهمه وممكن ادفع فيها فلوس ما عنديش مشكله، لان هي هتبقى صفقه او صفقتين او ثلاثه يعني في اطار المجموعه اللي موجوده، لان انت عندك عتاد بشري كبير جدا من اللاعبين بشكل رائع جدا. اللي بتوديه بره بتشوف بيبقى عامل ازاي، بتشوف مستواه بيبقى عامل ازاي، بيبقى دايما تحت عينيك. وبقى ايه، مش تحت عينيك في التمرين بس، لا هو تحت عينيك في المباريات الرسميه، هل هيستحمل نادي الاهلي ولا مش هيستحمل. فالحقيقه الواحد دايما بيبقى سعيد وبيبقى فخور بما يتم في النادي الاهلي واداره كره القدم تحديدا، لان عندنا إدارة النادي الأهلي عندها رؤية طويلة الأمد ورؤية قصيرة الأمد. رؤية قصيرة الأمد تعتمد على وجود مجموعة رائعة من اللاعبين اللي تقدر تاخد بيهم بطولات، وفي نفس الوقت أنت عندك بديل واثنين وثلاثة في كل مركز. يعني بص ناحية اليمين عندك كريم، عندك محمد هاني وأكرم توفيق وكريم فؤاد، ناحية الشمال عندك علي معلول، عندك محمود وحيد، عندك كريم فؤاد يقدر يلعب ناحية الشمال، عندك بقى في وسط الملعب عندك أليو ديانج وعندك حمدي فتحي وعندك أكرم توفيق، وعندك أكرم توفيق يقدر يلعب في هذا المكان، وعندك عمرو السولية، عندك في كل مركز بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. ده أنا بقول من الذاكرة كده، يعني ناحية اليمين حسين الشحات، ناحية الشمال طاهر، في بيرستاو، في ميكيسوني، في وليد سليمان، في كهربا، في يعني بسم الله ما شاء الله، حسام حسن، حسام حسن ومجموعة اللعيبة اللي بتلعب فيه كرؤوس حربة، عندك مجدي أفشة، عندك مجموعة كبيرة جدا جدا إن شاء الله تقدر تعتمد عليهم خلال الفترة القادمة، لأن الفترة القادمة فترة هامة جدا جدا. إن شاء الله هنلعب مباراة السوبر يوم 21، بعدها مباريات الكاس ربنا يكرمنا في دور الـ16، نروح دور الـ8 ربنا يكرمنا في دور الـ8، توصل دور الـ4 تكسب إن شاء الله قبل النهائي، تصل إلى المباراة النهائية وتفوز بالكاس وتسعد جمهورك. لأن زي ما أنتم شايفين يعني خسارتنا لبطولة في وسط سبع بطولات، خمس بطولات والستة ثالث العالم، وخسرت السبعة مظبوط. الحقيقة كلنا كأهلوية من جوانا زعلانين قوي ان احنا خسرنا، على الرغم من اعتراف الجميع بان هناك امور فنية حصلت وضغط المباريات وامور خارجية من التحكيم وكذا وكذا، ولكن في النهاية خسرنا بطولة. والبطولة رقم كام؟ رقم 43 في الدوري العام المصري، اللي بعدك عنده 13، نادي الزمالك عنده 13 بطولة فقط، يعني 3 اضعاف نادي الزمالك،
ومع ذلك حضرتك بتزعل، ومن حقك ان انت تزعل طبعا، لانه في النهايه النادي الاهلي متعود على الفوز بكل البطولات، الفوز بكل البطولات، وفي نفس الوقت ما عندناش اي مشكله، اللي عايز يفرح يفرح واللي عايز يتبسط يتبسط، ولكن ابعد عن النادي الاهلي او عن جمهور النادي الاهلي وعن اسم النادي الاهلي، ما تقعدش تدخل، وده كان كلامنا امبارح مع نقادنا الرياضيين الكبار، ما تدخلش اسم النادي الاهلي في كل حاجه، ولكن اترد عليا وقال لي لا احنا بندخل، كل الناس بتدخل اسم النادي الاهلي، لان النادي الاهلي او اسم النادي الاهلي هو الاعلى مبيعا والاعلى مشاهده والاعلى تسويقيا والاعلى في كل شيء، هو ده النادي الاهلي النهارده. وانا بتكلم مع حضراتكم كده بتذكر ايه اللي كان بيحصل الفترات اللي فاتت، الفترات سنه من التعب وسنه من الاخلاص وسنه من المجهود الكبير جدا من مجلس الاداره ومن اداره كره القدم ومن جهاز فني ومن لاعبين، علشان نقدر في النهايه ان احنا نصل الى عدد البطولات اللي حضراتكم شايفينها. خسرنا بطوله، ولكن القادم افضل، بطوله سوبر، بطوله كاس، ان شاء الله بطوله السوبر الافريقي، بدايه الدوري، ثم بدايه البطوله الافريقيه ال11، وانت لسه يا عم اسلام هتدور على ال11، هدور على ال11 وهدور على ال12 وهفضل ادور دايما، هو ده النادي الاهلي. النادي الاهلي لما البطوله تبعد عنه سنه ولا سنتين ولا خمسه، تلاقي نفسه، تلاقي الجمهور، لا بطوله افريقيا دي اللي هي يعني البونبونايه زي ما دايما بيتقال، بونبونايه البطولات هي البطوله الافريقيه، لا بيعمل فريق زي ما اتعمل الفريق اللي حضراتكم شايفينه ده. والفريق اللي اتعمل ده اتعمل ليه؟ اتعمل عشان تاخد التاسعه والعشره وال11 وال12، ويجي ناس تكبر وتمشي، وناس تمشي من النادي، وناس ترجع تقعد في النادي علشان تقدر تاخد ال12 وال13. هذا هو النادي الاهلي، هذه هي سنه الحياه، النادي الاهلي دائما تغيير، دائما هناك تغيير، ولكن في نفس الوقت الحفاظ على هويه النادي الاهلي، بان انا بجيب لعيبه تاخد بطولة أو عايزة تاخد بطولة، جعانة في البطولات. يعني امبارح لما سمعت تصريح يورجن كلوب عن محمد صلاح، أنه بيقول لك ما زال يعني وصل للهدف رقم 100 وما زال جائع ومتعطش للأهداف والبطولات، فهو ده اللي أنا بقوله على لعيبة النادي الأهلي، دائما لعيبة النادي الأهلي تاخد بطولة، اللي بعدها يلا اللي وراه اللي وراه اللي وراه، لغاية لما ربنا بيكرمنا دايما بالبطولات، ما عندناش نهاية لهذا الموضوع، النادي الأهلي ما عندوش نهاية لهذا الأمر.